عاطلين حديث ومغزل معكم حتى ل 12 وكيف كل يوم أربعاء الساعة 8 كنتطرقوا المواضيع اللي كتهم على لا الصحة النفسية والجنسية ديالك وكذلك التنمية الذاتية. اليوم معنا الدكتورة فدوى السعداني المعالجة النفسية والجنسية. صباح الخير سناء، صباح الخير لمستمعاتنا كاملين، مستمعات ومستمعين أصوات، مبروك عواشركم. طيب بارك فيك علينا وعليك دكتورة، إن شاء الله أسبوع اللي كيفرقنا على شهر رمضان الكريم الله يدخلوا على الجميع بالصحة والسلامة. اللهم أمين إن شاء الله بالخير وبالصحة والسلامة وبالهنا، ونتمنى أن هذا رمضان إن شاء الله يكون بداية خير، تبدأ سنة أخرى إن شاء الله تكون مخففة إن شاء الله إن شاء الله من هذا الوباء يا ربي. حنايا اليوم غادي نتكلموا معاك على واحد الموضوع اللي كيهم الكثير من النساء واللي توصلت فيه بأسئلة، أسئلة حول السيدات اللي كيوقع لهم واحد المشكل اللي كيتفرض في شهر رمضان الكريم ما بين المرأة اللي كتولي الاتجاه والاهتمام ديالها أكثر نحو العبادة، نحو كيفاش تنظم وقتها وتكفي مجموعة ديال الأمور ما بين تحضير يعني رمضان وما بين مقابلة الوليدات وكذا، وما بين السيدات كتبوا لي أنه الزوج اللي كترتفع عنده الرغبة الجنسية، وكثير من السيدات اللي كتضايقهم هذه المسألة وكانت يعني أسئلة صريحة في هذا الباب وطلبوا مني الله يخليك إلا ممكن تهضروا على هذا الموضوع مع الدكتورة فدوى وتنصحنا تقول لنا كيفاش نتعاملوا مع هذه المسألة اللي كترجع كل سنة. فأكيد أنه الموضوع فيه نوع من الإحراج، ولكن إحنا يا كنهضروا في كل شيء بالهدف وبالهاجس ديال أنه نوضحوا الأمور وديال أنه التواصل والحوار هو اللي كيخلي فعلا الإنسان يرتاح ويعرف كيفاش ينظم وكيفاش يوصل لواحد النوع من التوازن. بغيت أيضا نقول لكم مستمعاتنا لأنه في هذه الحصة حتى أنتم ممكن طرحوا السؤال ديالكم يا إما في هذا الموضوع أو في مواضيع أخرى مباشرة على الدكتورة فدوى السعداني على رقم الاستوديو المباشر 05 22 77 24 24. فغادي نشوفوا اليوم شنو هي الاهتمامات أو شنو هي الأمور اللي شغلة بالك لدنا، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان. تواصلي معنا وإحنا إن شاء الله غادي نفيدوك نسمعوا منك ونجاوبوك على كل أسئلتك. تحية لعبد الرحيم اللي كيستقبل المكالمات ديالكم واللي كيرافقنا في الإخراج. دكتورة فدوى نرجع معاك السؤال اللي توصلت به من لدن مجموعة السيدات، وعلى فكرة يعني حتى العمر ديالهم كان يختلف ما بين عريسات غنقول أنهم مازالين جداد يعني في الخمسينين الأولى الزواج، وما بين سيدات اللي هما في الخمسينات. فالمرأة اللي كتلقى راسها في هذا الموقف ولا في هذه العلاقة اللي كتقدر تولي متشنجة، أولا بغينا نفهمه لأنه كانت واحد جوج سيدات كانوا كيسولوني تيقولوا لي بغينا نفهمه واش طبيعي أنه الأزواج كتزاد عندهم رغبة جنسية في شهر رمضان. أول حاجة غادي نقدروا نقولوا أن شهر رمضان هو فيه تنظيم ديال الشهوات، يعني أن ما كتحبس فيه الشهوات ولكن الإنسان كينظم كيفاش غادي يستجب لها. احنا عندنا غريزة الأكل، النوم، الغريزة ديال شرب الماء، المهم الأمور اللي احنا كنحتاجوها يعني، وبما فيها غريزة الجنس. هذه كلها شهوات كتكون عندنا في حياتنا اليومية، وفي الحياة اليومية كنستجب لها على حسب الظروف. في شهر رمضان كان واحد المنع أن الإنسان يستجب الشهوات ديال البطن وديال الفرج يعني الجنس والأكل طول اليوم. هاد القضية هذه ديال الإنسان كيتمنع مدة ديال النهار كامل، كاين بعض الناس اللي كتخلق عندهم بحال زيادة في الشهوة، يعني هذاك المنع في حد ذاته كيقدر يخلق واحد زيادة في الشهوة. أي حاجة كتقول عليها لا هذه منوعة من هذا الوقت لهذا الوقت بحال كتولي الإنسان كيفكر فيها أكثر. دان هذه كتقدر تشرح لنا زيادة ديال الرغبة عند بعض الرجال. نقدروا نقولوا ربما أن هذه الزيادة تقدر تكون عندها علاقة حتى بأن في الغالب كيكون بحال نقولوا نهار كامل الإنسان صايم، وديك الطاقة بحال شوية كتكون ناقصة، وبحال الطاقة كتزاد مور المغرب يعني مور المكلة كتزاد هذه الطاقة بما فيها الطاقة الجنسية.
إذا الشخص كيحس باللي راه عنده طاقة إضافية ينزل عليها، أن خاصة الناس اللي كيحترموا الصيام، وكي ملي كنقول كيحترموه من ناحية صحية يعني من ناحية الأكل، الناس اللي كيحسوا بالجسد ديالهم كيتخفف إلى آخره، نقدروا نقولوا بلي ربما حتى أن الجسد كيتفاعل بواحد الطريقة جيدة مع الصيام، وكيولي كتزاد فيه الطاقة. يعني هذه كنشوفوها مثلا بالنسبة للناس اللي كيديروا الصيام المتقطع بلا شهر رمضان، كيقول لك بلي راه مع الوقت كنحسوا بلي الطاقة كتزاد، وهذيك الطاقة كتزاد لا في الجسد ولا في الجنس ولا حتى الطاقة العقلية والطاقة الذهنية. إذا هذيك زيادة في الطاقة تقدر تشرح لنا حتى هي ربما هذه الزيادة ديال الرغبة الجنسية عند الرجل. يعني بحال كيوقع واحد النوع ديال تصفيات الجسم مع الصيام، وهي اللي كتأدي لهاد ردود الأفعال اللي هي كيميائية في الجسم، يعني تفاعلات كيميك في الجسم ديال الإنسان. نقدروا نقولوا بلي هذه فرضيه، هذه من بين الاسباب الممكنه. نعم. لان ماشي اي شخص راه كيدير نيت تنقيه ديال الجسد ديالو في شهر رمضان. راك عارفتي حنا للاسف كناكلوا بزاف، كناكلوا بكثره، وماشي بالضروره كناكلوا حوايج اللي هي صحيه، ولكن نقدروا نقولوا بلي كاين عوامل مختلفه. كل شخص قدر تكون عنده يا العوامل كاملة أو لا واحد فيهم. مثلا كاين غير اللي يكفي أن ذاك يمنع راسه النهار كامل من التفكير في الجنس، يقدر يخليه عنده طاقة جنسية أكثر من مور المغرب. يعني ملي يكون عنده الإمكانية أنه يكون عنده علاقة حميمية، هذيك الساعة الطاقة كتكون زايدة. حنايا بالنسبه للسيدات اللي كيطلبوا منك مساعده ونصيحه، لانه هذه المساله كتضايقهم وكتخلق مشاكل، لانه هي كتبقى تقاوم، كتبقى ترجع او تدفع الزوج ديالها، ففي هذه الحاله كيفاش السيده تتعامل مع زوجها؟ اول حاجه كنظن باللي السيده ما خصهاش تعتبر باللي هذه شي حاجه خايبه. ما كنهضرش على الافراط، ما كنهضرش على الرجل اللي ربما غادي يطالب الزوجه ديالو يوميا او لا بزاف المرات في هذيك الليله، لان احنا عارفين باللي الليله في شهر رمضان كتكون قصيره، كيكون فيها بزاف ديال الحوايج، كي الانسان كيبغي يصلي، كيبغي العباده، وعاد اضافه عليها كتزاد المشاغل ديال المراه، كتزاد بزاف في شهر رمضان. اذا الا ما كانش افراط، الزوجه تقدر تهضر مع الزوج ديالها، فحال ما تبقى في الرفض الدائم تقدر تقول له بلي راه ما يمكنش ليها كل مرة، وباللي إلا كان ممكن هو يتفهم باللي راه مرة غادي تقول ومرة غادي تقول لا، حتى هي على حسب القدرة ديالها الجسدية، على حسب واش عندها وقت ولا لا، وحتى واش عندها رغبة أو ما عندهاش رغبة، لأن هي مش تكون عندها الرغبة ديما. إذا كنظن باللي أول حاجة هو الحوار، هو ما يكونش الرفض، أو لا بعض المرات كيكون الرفض الأسباب واهية، كتبدأ تقول له أسباب اللي ما كيناش، هو ما كيطيقاش، تقول له أنت ديما كديري لي بحال هكا، وكيوليو في الخصومة. أنا كنظن باللي مهم المرأة تعبر على هي أشنو كتعيش في شهر رمضان، باللي في الحقيقة راه كيكون عندها تعب، باللي كتزاد لها بزاف ديال الخدمة بالنسبة للشهور الأخرين، وعاد باللي راه باغية وقت للروحانيات، ومن حقها أنها تاخذ وقت للروحانيات. إلا قدرت تعبر لهذا الشيء للزوج ديالها، ومثلا تطلب منه المساعدة، مثلا تقول له واش ممكن تاي تعاوني باش أنا نكون مرتاحة أكثر، أو لا تطلب منه أنه ينقص من الوتيرة بلا ما يحبسها 100%، يعني يهضر واحد الوتيرة معقولة ومقبولة لهم بجوج. كنظن إلى المرأة مشات للغات الحوار تقدر توصل لنتيجة أحسن من أنها غير إلى غضبات أو تخاصمات، لأن ديك الساعة هي كتغضب في جهة هو كيغضب في جهة، وما كيوصل حتى شي نتيجة اللي هي طيبة. أنا كنذكر مستمعاتنا أننا جميع مباشرة على راديو أصوات، وإلى عندك للا سؤال بغيتي تستشري فيه مع الدكتورة فدوى السعداني مرحبا بك معنا. فاطمة من الدار البيضاء، أهلا بك. لا كان لبس عليك بخير. الحمد لله فاطمة، شكرا عواشرك مبروكة. الله يبارك فيك علينا وعدي. الله يسلمك السيدة اللي معاك وخمسين في معك. دكتورة دكتورة في الدواء دكتورة في الدواء السلامي كدير لبس عليها. الحمد لله الله يبارك فيك فاطمة. بغيت عندي استفسار معك دكتورة على هذا السيد اللي هضرتي عليه دابا، عندي الآن بحال هكا مشكل. نعم عندك مشكل، ممكن توصفي لنا شنو هو المشكل، شنو كيوقع؟ بحال هكا كما قلتي على الراجل رمضان بما كيبغي يزين هذا، وانا انا بحال هكا يعني حتى كنلقى مشكل بحال هكا، مثلا كنقول لي لا بحال اليوم بلا، وهذا كيقول لك لا علاش بزاف بزاف. يعني هو كيطالبك يوميا باش تكون علاقه جنسيه؟ هادشي عنده يوميا، هو ما عندوش راحه كاع. يعني هادشي حتى من غير شهر رمضان؟
مغرب شهر رمضان سعودي ما تنبغي نتصل معكم وكم كيسد في الخط اليوم الحمد لله. الحمد لله. وغنقول لك لفاطمه دابا انت اللي ما كتقدريش تمشي في نفس الريتم اللي كيبغي الراجل ديالك، يعني ما كتقدريش تمشي الوتيره كتجي كثيره بالنسبه لك انت. الو فاطمه، فاطمه انقطع الخط. ايه اذا في انتظار ترجع لينا فاطمه. نقدروا ربما نستجبوا نجاوبوا عليها بصفه عامه على هذا المشكل ديال الفرق في الوتيره بين الرجل وبين المراه. بزاف المرات كنلقاو هذه النقطه هذه يعني في شهر رمضان او من غير شهر رمضان، ان الازواج بجوج ما كيكونش عندهم نفس الرغبه، يعني ماشي بنفس الوتيره وبنفس الكميه. احنا غادي نقولوا كاين ازواج كيطالبوا يوميا وحتى في بعض المرات مرات متعدده في اليوم. احنا ما نقدروش نهضروا على ان واش هادشي طبيعي او ماشي طبيعي، لان الوتيره مادام ما كتمنع الشخص انه يعيش حياته العاديه مثلا مره في اليوم او حتى جوج المرات في اليوم، ما غاديش نقولوا باللي كاين كثره او لا ادمان او لا شخص اللي عنده مشكل مرضي. اذا ما نقدروش نقولوا راه كاين مشكل في الوتيره، وفي نفس الوقت الزوجه صعيب عليها انها تكون في هذه الوتيره هذه. اذا كنعاود ناكد على نقطه ديال التواصل. الاغلبيه ديال الازواج كيعتبروا باللي الا الزوجه رفضات اذا راه رفضاتهم هما ورفضات العلاقه، وما كيتقبلوش نهائيا هذه النقطه وكيغضبوا وكيوليو يصول الصومه او كذا. ولكن كنظن باللي ضروري السيده تعبر على نفسها وتعبر على حتى هي الحاجيات ديالها، باللي راه هذيك الوتيره بديك الطريقه ديال يوميا راه ما كتسمحش ليها انها هي تمتع حقيقيا بالعلاقه الجنسيه، باللي ما كتسمحش ليها انها تكون عايشاها 100%، وباللي لو كانت الوتيره تكون ولو غير يوم مثلا على يومين راه يمكن غادي يكون عندها تقبل اكثر وغادي تكون مرتاحه اكثر، وحتى الجوده ديال العلاقه الحميميه غتكون اكثر. هي فاطمه رجعت معنا على الخط دكتوره. مرحبا فاطمه. اهلا الله يبارك فيك. اهلا فاطمه. ما عرفتش كنتي كتسمعي هذا الشيء اللي كنت كنقول. لا راه كنسمع فيك، لا كنسمع فيك. اذا كنت كنهضر على الوتيره وعلى الاختلاف في الوتيره وانه كنلقوه بزاف، يعني هذا مشكل اللي كنلقوه يعني متكرر، لان الرغبه عند الرجال كتقدر تكون اكثر من الرغبه عند النساء، يعني هذه بصفه عامه حاجه اللي هي تقدر تكون تقريبا متداوله ومعروفه. ولو في بعض الحالات كيكون العكس، ولكن الاغلبيه ديال الوقت كتكون بحال هكا. اذا غير اللي بغيت نقول لك هو حاولي تواصلي انت مع الزوج ديالك وتقولي له شنو هما الحوايج اللي انت كضرك، يعني باللي انت راه من الافضل انكم تنقصوا من الوتيره باش تقدري حتى انت تعيشي هذيك العلاقه الجنسيه وتعيشي ذيك الوقت الحميمي اللي بيناتكم بطريقه افضل اللي غتكون فيها جوده اكثر ليك وليه، يعني انك غتستجبي له كثر، غادي تقدري انك تعيشي هذيك اللحظه احسن وانكم غادي تقدروا تمتعوا بها اكثر، وباللي ربما هو هذيك الزياده في المتعه تنقص له ديك الرغبه في الكثره. يعني حاولي توصلي له هذه الفكره باللي راه ممكن نسولوا دكتوره نسولوا فاطمه شحال من سنه عندكم ديال الزواج او وليدات؟ عندي دابا طالعين في 9 سنين. دابا 9 سنين؟ عندك وليدات مقابلهم فاطمه؟ لا صراحه عندي وليدات فاطمه مقابلهم سنة حتى هما. هذا دابا كنخدم خدامه، يعني دابا انت كتقيلي في الخدمه وكتروحي لدارك. وفي رمضان شنو اللي كيزعجك في هذا الشيء؟ ماما كتعرفي بنادم كيبغي يتلي الصباح ويبغي كتصبحي تساوي ماما كلش لك يوميا تقي المهم راه كيعرف يعني الوقت كيكون ضيق. الوقت والخدمه وتوز دابا رد الفعل ديال الزوج ديالك كيفاش كتكون منين ما كتبغيش ولا منين كترجعيه شنو كيفاش كيتصرف؟ هو من ذاك النوع اللي ما تيتقبلش، يعني ما تتقولي شي حاجه صافي تيتقلق ويبدا يحوت ويقول لك علاش مثلا، المهم يقول لك شي هضره مشكله. كيقدر مثلا يقطع معاك الكلام، شنو كيطرى؟ كيفاش كيولي الجو عندكم في الدار؟ كيفاش كيحرب كيبدا الحرب. نعم يعني درتي الخاطر انت كتجي فيك شويه كتحسي براسك عاوتاني تعبتي وما كتكفيش تنظم حياتك، ما مشيتيش معاه كتولي عاوتاني في مشكل اخر. كيما درتي وحله كيما كنقولوا درتي الخاطر كتزيدي في راسك، درتي العكس كت
انا غادي نسولك على هذه النقطه ديال تجيبيها فراسك، يعني واش ملي كديري له الخاطر واش ما يمكنش انك تعيشي هذيك اللحظه بطريقه مزيانه؟ لا صراحه لا لا لا، يعني ما كتقدريش تقبلي انك راه صافي غادي يعني مادام غتكون غادي تكون واحد اللحظه حميميه ان اجي على الاقل نتمتع بها؟ لا ما عندك شي، ما كاينش والو. نفهم كوني مع الصباح اصلا كتكوني عيانه في العشيه، عندك غير من الصباح حتى العشيه تفرست العشيه كتخلي المهم اشغال ديال الدارك هاد الليل. يعني هنايا ضروري تعبري على هذا الشيء للزوج ديالك، انك حتى انت راه كتكوني عيانه، باللي راك ما ديك اللحظه راه ما كدوزيهاش مزيان، باللي راه كتبغي يعني كتبغي ترضيه، ولكن ان راه كيكون حتى انت على حساب نفسك وعلى حساب صحتك. واش الا عبرتي له هكذا واش كتظني غادي يقدر يتصنت لك اولا؟ والله لا مش لا ما كتظنيش، حيت هو من داك النوع من داك النوع اللي ما تيتصنتش ليا داك الشيء نتاعك، داك النوع اللي ما تيتصنتش، يعني مثلا ما عندوش معاه تصنعها تتصنت لكن تكون تشرحي ليه ولا واخا تبغي تعبري له على شنو اللي كيوقع عندك انت كتظني بلي هو ما غاديش يتصنت لك. وشوف شنو غادي نقول لك، اول حاجه حاولي انك انت مادام غادي الا كنتي غتدخلي العلاقه الجنسيه كما كانت الاسباب، سواء كانت لانك ما بغيتيش يغضب، ما قداش على المشاكل او كذا، حاولي ما امكن انك تعيشيها بطريقه زوين. فهمتي علاش؟ ارضاء لنفسك اولا، ارضاء لنفسك، لان مادام الشخص لان حاجه الا ما نقدروش نبدلوها كنحاولوا نتقبلوها ونعيشوها بطريقه مزيانه. ورا داكشي حل... يعني كتحاولي ديريها بعض المرات. وي داكشي تندير وكنت فهاد وخدع عشان الدراري وهكا، ولكن بعد ما شفت كيتعيا. انا متفقه معاك، لان الانسان ما يمكنش ديما غادي يضغط على نفسه وديما غادي ديري شي حاجه وانت ما حاملاش وما باغياش. هادشي علاش اول حاجه هو حاولي انت اولا حاولي تعجبك هذيك اللحظه الحنينيه، وحاولي ما امكن انك انت تقدري تتمتعي بها، لان الا عشتيها بطريقه مزيانه باش كتنفع هذه العلاقه الحنينيه، كتنفع بانها كتطلق في الذات واحد الهرمونات اللي هما لي زوندورفين، واحد المواد اللي كتعطي الراحه الجسديه، وحتى ذاك النعاس اللي كتنعسي موراها واخا يقدر يكون قصير كيقدر يكون صحي. داكشي علاش الا قدرتي تعيشيها بطريقه مزيانه وما كنتيش مضطره، ما كنتيش معصبه وكانت فيها متعه، راه هي في حد ذاتها تقدر تريح. هذه النقطه الاولى. والنقطه الثانيه هو ان في شهر رمضان مثلا وفي الشهور الاخرين انك غادي توصي مع راجلك باللي ما يمكنش تلقاو بحال هكا، باللي الطلب هو الوتيره اللي كيطلب راها كثيره عليك، باللي راه ضروري تنقصوها واحد شويه، يعني واخا على الاقل تحددي مع هذه النقطه، تقول له انا من الاخر نكمل هكذا، نقصوها واحد شويه، تكون مثلا نهار هي ونهار لا، باش هكذا حتى هو يبدا بشوي بشوي يفهم، وإلا غضب حاولي أنك تكون عندك واحد ردة فعل اللي هي محايدة. شو معنيتها؟ ما تكون لا سلبية، يعني إلا هو غضب أنا نغضب كثار منه، وما تكونش إيجابية من ناحية أنه هو إلا غضب نمشي نحذره. هذه الناس زعما اللي بغيت نقول لك واخا يغضب واخا يغوت واخا هذا، حاولي انت تبقي هادئه وتقول له انا ما يمكنليش اليوم، حاول تفهم هذه النقطه هذه، ان شاء الله غدا يكون مرتاحين يكون ممكن، يعني حاولي تبقي غير في هذه الجمله هذه ما امكن، راه يمكن بشويه بشويه يتقبل باللي راكي حتى انت راه ما يمكنش لك تبعي الوتيره ديالو ديما كيف ما هو باغي. شي حاجة أخرى؟ شي حاجة أخرى فاطمة؟ إلا عندك شي حاجة بغيتي تقوليها لنا مرحبا. لا شكرا، كانوا عندي ولكن دابا ما عرفتش. إن شاء الله شكرا. إن شاء الله، تحية لك فاطمة وخليك متبعة معنا البرنامج، لأنه مازال غنسمعوا يعني شهادات وأسئلة أخرى. غادي ناخذوا سميرة اللي معنا من تطوان، معنا أيضا سارة من الدار البيضاء. سميرة من تطوان صباح النور على راديو أصوات. لا سناء كيف صحتو؟ كيف هي دكتور؟ الحمد لله الله يبارك فيك. مرحبا بك سميرة، واش مباركة مسعودة؟ عينا ويكم ان شاء الله باش ما تمنيتو شي صحيحة وسلامة. اللهم امين يا ربي، اللهم امين. انا سميرة عندك شهادة وعندك سؤال. مرحبا. شهاده الحمد لله، زعما هذه شحال تقول تقريبا 7 سنين دابا باش متزوجه بزوج ديالي. فعلا كيف ما قال الدكتوره في شهر رمضان فعلا كتزاد الرغبه الجنسيه عند الزوج فعلا. نعم ولكن الحمد لله يعني حنايا ماشي متفاهمين، يعني
واخا حنا يعني بالنسبه للنساء كنقيدو خدامين يعني صافا خدامين في الزنقه ولا في الدار. نعم كنتعبوا ايه يعني هذا الشيء هذا كيأثر في الليل يعني حين كنصاوبوا كتاب في الدار وداك الشيء بعد ما الانسان كيجمع الدار وداك الشيء صافي المراه كتكون تعبانه سالت ما بقى فيها والو. انا الزوج بعد خدمه كتجبر الخدمه ديالو او هي في عدوات وعندها الخدمه متعوبه ولكن واخا حين كيفطروا داك الشيء صافي. قوليها قوليها قولي مول الدار قبل من الفطور كيضرب لا سياست مع راسه كيرتاح والمراه راها واقفه مني كتسالي الفطور فيها خاصها تنوض تجمع معنا وتجمع كوزين تا هو عاوتاني غادي يرتاح ويمشي يصلي على خاطره ياك ديال الحقيقه بعد هو مرتاح ونايض مع راسه صافي عاد غيبان ليه نتو والمراه مسكينه صافي تقاد الحجر صافي ديك الشيء. سميرة انتي دابا مثلا واش كتعيشي هادشي اللي عاشت فاطمة مثلا واش انتي مثلا بعض المرات مني ما كتكونيش قادرة او قابلة واش الزوج ديالك كيتقلق منك؟ لا 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 ابدا كيقول لي مهلوكة ما قادراش نقول له لا ما قادراش مهلوكة صافي نقول لك باللغة الشمالية ديالنا صافي كيقول لي صافي ماشي مشكلة من بعد صافي ديك الساعة من بعد ديك الساعة شنو انا شنو كنعمل مثلا كنريح عي شوية عي كنرتاح شوية وعي كنتفرج حاجة في التليفون ولا شي حاجة صافي انا اللي كنمشي عنده انا اللي كنبدل يعني بخاطرك انه مهم هذه المساله احنا مازال غنهضروا اكيد عليها معك دكتوره فدوى كيف سمعنا يعني الفرق ما بين فاطمه ورده الفعل الزوج ديالها واللي هي رد فعل كنسمعوا عند كثير من النساء مع ازواجهم انه الراجل كيرفض مراته تقول له لا خاصه يعني كيكون راغب فيها او باغي يعاشرها ما كيقبلش انه مراته ترفض وكاين ايضا ازواج اللي بحال الزوج ديال سميره اللي كيتفهم انه المراه متعوبه وما كيبغيش هو كاع يفرض عليها شي حاجه انا سميره انت اليوم تتشاركي معنا شنو عندك سؤال دكتوره مرحبا بك ها الى الى مثلا العكس اللي قالت لالا فاطمه يعني اذا المراه كتبغي تفرض على الزوج ديالها ورا ديالها مثلا هو العكس واللي يقوم هو اللي هو يعني اللي متعب يعني حمد شنو هو الحل مازال لا انا بالنسبه لي خاص اي امراه واي راجل يفهموا باللي راه ماشي ديما كتكون سواء الراجل او المراه مستعدين للعلاقه الجنسيه اذا المراه ملي كتكون هي عندها الرغبه وعبرات عليها للزوج ديالها خصها تكون متقبله الى رفض كيف ما هي كتبغيه يتقبل الى رفضات فعلا يعني ما خصكش ماشي صافي انا قلتها له لا ما حشومه خصو يقول لي ايه لما قال ليش ايه راه بحال يعني رماني او ما بغانيش او كذا لا انا كنظن خصنا نعتبروا باللي كلنا بشر في هذه النقطه هذه كل شيء يقدر يكون متعوب كاين بعض المرات واخا ما يكونش تعب جسدي كيكون تعب نفسي ما كيكونش استعداد كيكون الواحد عنده شي حاجه اخرى شاطنه اذا الى الزوجه عندها رغبه والزوج رفض مره يعني انا ما تنهضرش على الرفض المستمر الزوج رفض مره فبالضروره ان الزوجه تقبل هذيك النقطه وتقول له ما كاين بس ان شاء الله مره اخرى ملي تكون مستعد وبالعكس يدوزوا وقت زوين مع بعضياتهم وقت عاطفي وماشي بالضروره وقت جنسي هذه من ناحيه وكيفاش كيتطرح المشكل ملي كيكون الرفض المستمر وهذه شفناها في بعض الحالات ان كاين ازواج اللي ما عندهمش الرغبه الجنسيه ناقصه بزاف او لا تقريبا من عدمه واللي ديما كيرفضوا ديما كيرفضوا هنا من حق الزوجه انها تقول له شنو هو المشكل يعني مثلا الا كان هذا الرفض مده ديال شهر شهرين ثلاث شهور مثلا وهذه امور اللي كتوقع ديك الساعه خاصها تسولوا اشنو هو المشكل واش جاريه شي حاجه لان في بعض المرات كيكون الزوج عنده مشكل في الانتصاب وكيولي كيرفض العلاقه الجنسيه او لا كيكون هو ما بقاتش عنده الرغبه وما كيبغيش يقولها وكيبدا هو كيرمي عليها بعض المرات اللومه لا انت اذا هنا مهم الزوجه تكون هادئه وتجلس وتقول له دابا حنا عندنا مشكل شنو واقع دابا انا مثلا كنطلب منك من هذه شهر او شهرين او ثلاث شهور القرب الجنسي وانت يا كل مره كترفض شنو اللي واقع
حيث يقدر يكون مشكل والمشاكل عندها حلول. يعني يمكن إلا هو قدر يعبر على المشكل ديك الساعة اللي مهم هو الزوجة ترافقه، ما يكونش عندها واحد النظرة فيها السخرية ولا فيها الاحتقار ولا للأسف حنا عندنا ديك الفكرة ديال ورا ما بقيتيش راجل ولا بحال داك الكلام اللي كيجرح أو للمواقف اللي كتجرح. بالعكس خاصها كيف ما بغي يكون المشكل تقول هذا مشكلنا بجوج خاصنا نحلوه بجوجنا، ما كاينش اشكال. اذا غير الا كان رفض مؤقت ما تخافش منه وتعتبره عادي، الا كان رفض اللي هو ديما 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 مزمن ديك الساعه خاصها تحطو كمشكل باش يهضروا عليه. اولا دكتوره واحد نقطعك في هذه النقطه يعني كيقدر يدخل حتى الشك حتى الشك مثلا الا الرجل رفض المراه ولا العكس المراه رفض الرجل، يعني كيقدر يدخل حتى الشك. يعني كيف ما قلت انا اذا داك الشيء وقع يعني مطول مثلا شهر ولا شهرين ولا على حسب، يعني يقدر يدخل تما الشك. يعني يقول واش كيعرف شي وحده اخرى ولا هو هي كتعرف شي واحد اخر، فهمتي؟ ممكن يدخل الشك في حاله واحده هي اذا كان مشكل اللي هو مطول ما ندخلو شيء، لان كاين بعض الناس اللي مثلا كاين ناس عندهم افكار مغلوطه. انا نعطيك الفكره المغلوطه اللي كاينه بزاف. الراجل كيبغي الدكتوره غادي نبقاو معاك ومع سميره في هذه النقطه ومعكم انتم مستمعتنا، وعندنا مكالمات اخرى ناخذها مباشره على راديو اصوات دائما من بعد الفاصل. المهم اليوم اللي كنستجبوا فيه كثير من الاسئله اللي طرحتوها عليا مستمعتنا، تفاوت الرغبه الجنسيه عند الازواج ما بين المراه ما بين الرجل مع رمضان، شنو اللي كيحصل، كيفاش كتكون ردود الافعال، واش هادشي كيخلق مشاكل ما بين الازواج، واش بالعكس كيقرب بيناتكم. طبعا شهادتكم واسئلتكم تختلف وكتطرحوها علينا مباشره على رقم الاستوديو 22 77 24 24، ودائما امور اللي كنوضحوها لكم وكنقربوها لكم مع الدكتوره ديالنا الدكتوره سدوى السعداني المعالجه النفسيه والجنسيه. كنا كنجاوبوا على سميره وكنذكر انه معنا جوج المستمعات على الخط اللي توما غناخذوهم ونجاوبوا عليهم. نختموا مع سميره في هذه النقطه ديال الشك. كنتي كتكلمي سميره على انه بعض المرات كيدخل الشك، والشك هو راه يعني سوسه كتولي كتنخر الكيان ديال الحياة الزوجية. والجواب ديالك دكتورة، أنا الجواب اللي كنت بغيت نقول هو بزاف الناس كتفكر باللي الراجل راه ديما كيبغي العلاقة الجنسية، إذا إلا ما بغاهاش معنيتها خص المرأة تشك. وكاين بعض الرجال اللي كيقول لك المرأة خصها تكون ديما موجودة للعلاقة الجنسية، إلا ما بغاتش إذا راني غنشك فيها. وأنا نبغي نحيد هذه النقطة، راه الاستجابة للعلاقة الجنسية والرغبة الجنسية كتبدل على حسب الظروف، على حسب المشاكل اليومية، على حسب الاستعداد الجسدي، على حسب العيا، على حسب العاطفة، على حسب العلاقة. إذا ما نقدروش فوق تما يكون واحد الرفض من طرف أو من آخر ندخلوا في الشك. ما نقدروا ندخلوا في الشك إلا إذا كان عندنا أسباب حقيقية ديال الشك. إنسان اللي ما بقاش كيعطي العاطفة ولا ديها غير فراسو ولا كيخرج غير على برا ولا ما نهائيا ما كيحاولش أنه يتقرب من الزوجة ديالو أو العكس، هنا حتى إذا كان شك الإنسان يبحث هو الأول على دلائل قبل ما يدخل في المشاكل في الحياة ديالو الزوجية. لأن في بعض المرات يقدر يكون الزوج مبعد وكتكون المرأة كتفكر راه مع واحدة أخرى أو كذا، وهو لا راه عنده مشكل آخر اللي هو ما قادرش يعبر عليه. إذا غير ما نزربوش بالشك حتى تكون عندنا الدلائل. إحنا اتفقنا سميرة؟ طيب غادي ناخذوا دائما احنا جميع مباشره على راديو اصوات. غادي ناخذوا الان سؤال جديد وشهاده اخرى، ومعنا من مدينه فاس ام سليم. اهلا بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. وعليكم الله يبارك فيك لله. نحيي وكل حي الدكتورة ونحيي مستقبل المكالمات. أنا مرتبك شوية بغيناك عليكم وإذا عرارة كان حبها والله العظيم هذه المرة كان نستمتع بها. أنا عندي نصيحة للسيدة اللي دازت قبل من سميرة. أنا سيدة زعما تبارك الله ماشي صغيرة، دابا داك المشكل ديال ان الراجل يطلق وترفضي راه ماشي بحال المراه، حنا راه كنصبروا كاين زعما ما كيصبروش. هي لكن هي ولا بد ما عندهاش علاش
تقلق العلاقة بخير وتفرح وما تغضوش مش ما يأثرش على هذاك القلق على نسيتا وإلى هذا. ولكن هو تدفق معاه يعاونها شوية مثلا في الشغل يجمع معاه الكوزينة يجمع معاه دي شي حاجة اللي تقولي واش أنا عارفك حين عليها هذه باش نقدرت أنا نرتاح إيه. أما هنا المرأة راه حتى ولو مثلا هي دارت ديك العصيوت ورفض هو هي راه تصبر وما لا وما كيصبر جوز راه الرغبة ما عندهاش ما عندهاش تجربة ما عندهاش وقت ما تحكمش في الرغبة ديالي هو باش تحل المشكل اللي راه تصبر. سالم شحال في عمرك وشحال عندك ديال من سنة ديال الحياة الزوجية؟ عندي أنا 54 عام إيه؟ وعندي يعني أنا دابا طلقت واخا كنت داير هذاك المسألة كنت أنا بحال هكاك إيه وكنت كنصبر فيهم كاع نيت يوميا وخصني نوض وندير ونطهر وندير السحور على حقه وطريقه والله العظيم ما كانش خدامة والتعليم زعما راه في شكل وصبرت واخا هو زعما صبرت وداز الوقت وهذا وكيما ما احتمشي ما شكرش وماشي مشكل المهم انا لان حتى شرعان ما الى طلب الراجل ما خصش المرأة ترفض. نعم بالنسبة لك ما ترفضش ولكن في المقابل خصها تهضر وتطلب المساعدة يعني باش حتى هي ما تكونش انا دون هذه النصيحة ديالي باش حتى هي تفعلي على الخدمة وهادي تقول لي وعافاك وتا انا يلا ساعدني وهذا باش حتى انا نكون تقول لي كاينه كنت انا مرتاحة نعطيك الوقت ولا كنت مرتاحة ما غاديش نعطيك الوقت يعني ما غاديش تدير العملية كما ينبغي. نعم شكرا لكم سالم. دكتورة شي اضافة تبغي تقول ليها الام سالم؟ انا نقول لها هذه طريقه اللي تسهل الحياه وان انا اللي عجبني في الهضره ديال ام سليم هي انها هضرات على ان الا كنتي غديري ديك العلاقه الجنسيه احسن لك ما ديريهاش وانت معصبه ورافضه وغادي غير تعيشيها بحال شي حاجه كتلزم عليك يعني تمتعي بها وفرحي بها ودوزيها مزيان. هذه النقطه انا متفقه فيها. انا ما متفقاش ربما في نقطه واحده هي ان المراه ما عندهاش الحق ترفض. انا كنقول المراه ما ترفضش بتعنت يعني ماشي غنرفض الدم ولا غادي مثلا غادي ترفض لان بغات غير تناسيه ولا غادي ترفض. هذه حنا متفقين ان ما يكونش الرفض باش يكون ضرر او لا. راه كاين النساء اللي كيديروا هكا كتقول لك لا انا غادي نرفض ليه حيت هو دار لي ودار لي ودار لي انا غادي نعاقبه بهذه الطريقه يعني كدير معاه الشونطاج كدير اللي في المساومه. كان ضد فكره كنرفض الفكره المساومه وحتى الفكره ديال غنسممو او لا غادي نضرو بهذه الطريقه بقدر ما الا كانت هي في الجسد ديالها ما قادراش وإلا كانت في نفسيتها ما قادراش انا في الراي ديالي ممكن تعبر على هذا الشيء انها ما قادراش. هذا تنظن باللي ماشي هو ذاك الرفض اللي شرعا غير مقبول لان عاوتاني راه ما يمكنش واحد السيده ديما 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 تبقى غير هي اللي كتكبر. ماشي كنهضر على ان راه الراجل يقدر يتحكم في الرغبات ديالو. احسن دليل هو ان في شهر رمضان راه كيتحكم في الرغبه ديالو من الفجر حتى المغرب. اذا راه بالعكس راه يقدر يتحكم في الرغبه ديالو ولكن غير اسمح لي على ام سليم انا متفقه معاك صعوبه اكثر راه ماشي بحال المراه هو غادي يقدر كاين اللي غيتحكم فيها كاين اللي غيغضب وغير هو راه من الحياه اليوميه. حنا باش كنعاشروا واحد المراه 10 22 عام و30 عام على هي عمرها ما غتمرض ما عمرها ما غتولد ما غاديش يكون عندها دم الحيض ما غيكونش عندها دم النفاس ما غاديش يكون عندها شي وصفات ديال شي حد عزيز عليها وديك الساعه ما تقدرش على الرغبه الجنسيه واش يعني راه ضروري راه هذه ظروف الحياه. اذا الا كنا كنشوفوا باللي حنا مزوجين المراه كتعيش كتموت كتفيق كتمرض كتخدم كتقضي في الدار كدير هذه المسائل كامله ما يمكنش نجيو حتى للفراش وغادي نقولوا لها تكوني ديما فعاله ديما مستعده انت على لا ما عمرك ما خصك تقولي اي. انا هذه النقطه هذه هي اللي كناكد عليها ان الزوج خصو يعتبر المراه ديالو انسانه باللي راه بعض المرات تقدر تعجبك بالعكس كتكون هي كاع اللي تقدر هي اللي تطالب بالعلاقه الجنسيه وكدوز لك العلاقه الجنسيه ممتعه لان بجوجهم كيكونوا مع بعضياتهم وكيكون بيناتهم واحد اللقاء حقيقي ولكن بعض المرات
الى هاد المراه مره قالت راني عييت، راني اليوم راني ما نستعداش، راني اليوم ما يمكن لياش. انا تنظن باللي حتى الراجل مهم انه يقول انا عرفت، انا حاسه براسي ما كرهتش، ولكن اليوم هي ما قادراش. حتى انا راه بالعاطفه ديالي الا غير رحمت هاد المراه، الا شفتها بواحد العين زوينه، الا عرفتها باللي شريكه الحياه ديالي بغيتها هي نحافظ عليها، راه غادي حتى انا نبغي نريحها مره ونقول لها ما كاين مشكل. أم سليم حتى مثلا حتى الرفض خاص يكون واحد الطريقه مقبوله، مثلا المراه تكون ذكيه هذا وتحز وتقول لي عافاك وراني ما كديت، واش تخبري انت زعما تبقى بحال نبقى قدامك على شي حيوان حشركم، ما على الاقل دير كاع الطرق اللي ممكن ترضي وما تقلق ما تقلق ما تقلق هو. شكرك أم سليم على الاتصال والمشاركة معنا، الله يوفقك. احنا غناخدو الآن سارة من دار بيضاء. صباح النور، هلا ودائما معكم مباشرة في حديث مغزل. صباح النور سي سارة. أهلا سارة، لاباس عليك؟ رمضان مبارك سعيد لكم. شكرا. كبيرة دكتورة سارة، لاباس عليك؟ دكتورة فدوى السعداني. فدوى السعداني مرحبا. فدوى صراحة كنبغي فدوى السعداني بزاف، واحد الحب كان يعني غير فاش كنسمعها في الراديو سميتو كنحس بحال دويت معاها. انا كنبارك بزاف دكتورة فدوى. لا يخطيك سارة، مرحبا بك. مرحبا بك، بارك الله فيك. انا صراحة هذا الموضوع عمرني دويت معاه شي واحد، يعني ولو كانت بالدوي ما كتحشمي وكذا، ولكن اليوم تشجعت وقلت نهضر معك. مرحبا زمان وصل شي حل، وحنا في استماع وان شاء الله غادي نعاونوك تلقاي واحد الحل ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. انا دابا عندي 22 عام، زوج 13 سنه، نقول لك هذه 7 سنين عندي وليد، عنده 5 سنين 7 سنين هذه. جوج الزوج ديالي فيتني ب 12 سنه، هو عنده تقريبا 34 سنه. هاد 6 سنين كامله ابار رمضان هذيك حاجه 6 سنين تقريبا، اش نقول لك، عمري عرفت شنو هي الرغبه الجنسيه. يعني عمرني عرفت هذاك الاحساس شنو هو، ولا ولو كتبغي تبدلي الوضع وسميتو ما كاينش حل وما كاينش مع من تهضري، وكتبغي تبدلي وكتبغي تستمتعي بديك العلاقه، ولكن كتحسي بها ناقصه بزاف. يعني تصوري تقريبا نهار لا ولا ديك جوج مرات في السيمانه ضروري كندوز ديك العلاقه بالبكا، يعني ما كيجيبش ليا هو الخبر اصلا انني كنبكي، يعني كنبكي بلا ما نبين له. مشيت عند الطبيبه يعني باش نعرف واش عندي تشنج، ولكن عندي كل شيء عادي، يعني ولا عندي بحال الكره، خصوصا هاد الثلاث سنين الاخر ولا عندي كرهت هذيك العلاقه، يعني النهار اللي عارفه انه وما مبينتش لي عمرني بينت لي هاد الشيء. ولو كنقولها لي هو عنده شويه يعني بحال ملتزم شويه، ماشي ذاك الالتزام، ولكن يعني ماشي ولد الوقت كي كنقولوا عارف ومدوز علاقات. مثلا هو جامي دوز شي علاقه في حياته جنسيه، انا الاولى في حياته وحتى انا هكاك. ولكن انا يعني عارفه ان يعني دابا بنت الوقت والسن ديالي، يعني كنحس راسي عايشه هكا وغنبقى عايشه هكا، ولكن صافي تخنقت ما بقيتش قاده، يعني كنحس بانني اش نقول لك دكتورة سناء، تقدري تكوني حسيتي بيا دابا، يعني انا واحد الحاجه ما قادش نوصل لها وعمرني غنوصل لها وعمرني غنعيشها، وما قادش نبدل الوضع، ولو نبغي نطلق مثلا ونعيش هذا الشيء مع شخص اخر ما يمكنش لي نطلق. هذيك فكره طلق ما عنديش شي سبب لي ما يمكنش تقول لي واحد الانسان انني ما لاقيش راحتي لجنسي. صوري كيك عمر سنين تقريبا سنين عمرني عرفت سنين مرة واحدة ولا جوج مرات في هاد السنين كاملة ولا سنين ديال الزواج اللي عرفت سنين. نحب بغيت نسولك واحد السؤال سارة، دابا انت هضرتي على ان ما عندكش الرغبة الجنسية، وانا ما عنديش يعني ما كتوصلش للمتعة الجنسية، ما كنوصلش ليها ولو نحاول، كنحس بديك العلاقة ما فيهاش جودة، يعني بحال نقول لك هو مثلا ما كيعرفش كي خصو يطفي الضو، خص سميتو ما يحسش بك، وخصو فاش يجيب الرغبة ديال الجنسية ما يتسناكش انت، فهمتي؟ ما صافي لدرجه صافي كرهتك، انا ما بقيت كاع قادره. واش قدرتي تقولي لراجلك هاد المسائل هادي؟ واش انت عبرتي ليه باللي راه شي حال هكا اللي بغيتي الرغبه اللي بغيتي هادي؟ وي عبرت كيقول لك المشكل فيك انت. لا ممكن تقولي يعني ربما خصك توجهيه انك توري له شو هما الحوايج اللي انت بغيتيها تكون في علاقتكم الجنسيه. شوف انا فهمت المشكل اللي كاين، هو مشكل ديال المتعه، يعني ان الطريقه اللي كدوز بها العلاقه الجنسيه مع الزوج ديالك ماشي ممتعه بالنسبه لك، كيف ما قلتي هو ما عندوش خبره في هذا الموضوع هذا، وربما ما باغيش يعرف، يعني ما كيحاولش انه يقلب.
باش يلقى حلول، باش يلقى وسائل. هي المهم ان الزوج ديالك يفهم واحد النقطه الى قدرتي توصلها له، هو ان الجوده الجنسيه تعلام، يعني ان ولو ان الرغبه الجنسيه هي شي حاجه غريزيه، ولكن باش تكون جوده في العلاقه الجنسيه راه الزوجين كيتعلموا مع بعضياتهم، وبلي ماشي عيب ان الواحد يتعلم مع الزوجه ديالو، بالعكس، لان راه غادي تقدروا توصلوا لنتائج زوينه وتقدروا توصلوا لعلاقه طيبه بيناتكم، الا هو غير قبل انكم ديروا تجارب، انه ماشي بالضروره تكون نفس الطريقه كيف ما هو تخيل باللي هي الطريقه الصحيحه. انا كنظن باللي ممكن توصلي له هذه الفكره، انا راه ماشي شي واحد فيكم خاطئ او لا شي واحد فيكم هو اللي فيه المشكل، لا، راه مجرد انكم كزوجين مازال ما تعلمتوش كيفاش توصلوا بجوجكم لهذيك المتعه اللي بجوجكم من حقكم، انت من حقك وهو من حقه. هو ما كنقول لك انا ما عنديش مشكل، يعني هو راه كره، لا وانا يعني انا ولو ما كنحس كنبين لي بانني راني بهذا مشكل، هنا فين غتقول له باللي راه هو هذا مشكل كيخصكم بجوج، يعني ان من المهم هو يفهم باللي راه ماشي قضيه الا هو تمتع صافي راه ما كاين حتى شي حاجه، راه باش انت توصلي للمتعه ديالك انت محتاجه ان الزوج ديالك يكون كيشاركك، يكون كيعيش معك بعض الحوايج، انك تقدري توجهيه لبعض الحوايج. دابا انا كيبان لي لساره حاولي، هو الاول حاولي انك تهضري معاه بهذا المنطق، بالمنطق ان مازال بغيتيو تتعلموا كيفاش تلقاو باش نتوما بجوجكم تفرحوا بالعلاقه الجنسيه، ما تكونش مجرد منطقه اللي محظوره كيشوفها هو طريقه وحده باش هو يوصل النشوه وانت لا، وباللي راه ممكن توصل هذا الشيء بالتواصل بالكلام، واذا اقتضى الحال راه كاين العلاج الجنسي. إذا اقتضى الحالة لا ما كتبدي لي الدكاترة أو شي حاجة ما كيقبلش، قلت لي أنت الملتزم كيبان لي داك الشيء هو غير باش تقول لي نمشيو عند طبيب ولا كذا ما يقبلش. حيت شوف أنا نقول لك هو إذا كان إنسان ملتزم بالدين راه بالعكس، راه في الدين تقدري تلقاي له أمثلة كثيرة على أن بالعكس المتعة ديال الزوجة راها مهمة في الدين ديالنا، وباللي راه ماشي شي حاجه اللي راها مفروض ان الزوج ما يديهاش فيها، بالعكس باللي راه الاتيان بالاهل صدقه، يعني انك تفرح هذيك الزوجه بالعلاقه الجنسيه هذه راه شي حاجه اللي هي مستحبه في الدين. اذا ما كنجي من ناحيه انا كنحس بيه بتصرفات هو ما كيعرف مثلا اللي تقدر يضل يتناقر معاك بالنهار، يعني ما يلوح لك حتى كلمه زوينه او يعنقك وفي الليل يبغي الرغبه ديالو. انا واحد الانسان نقدر نكون النساء كاملين هكا، ولكن انا انسانه كنمشي بالعاطفه، يعني خاص الانسان كنبغيك، يعني انت شويه الاهتمام على الاقل شويه الاهتمام. هو كيقول لك انا كنحس بيه مثلا عنده 50 سنه، يعني في السن ديالو معقول بزاف، داك المعقول انا ما قديتش نتقبلو، يعني ما عرفتش واش السن ديالي اللي حاكم عليا نفكر هكا ولا هو هكا، يعني ما قديتش نتقبلو. لا انت صغيره ولا هو صغير، حتى 34 سنه راه ماشي شي عمر اللي هو كبير، حتى بالنسبه للراجل كيبان هو تصرفاته كيبان كبر من العمر ديالو، كيبان بحال عنده 50 سنه. كيقول لك هادشي انايا ديال الصبر وشوف انا اللي نقدر نقول لك اللي كيبان لي كاين عندك مشاكل في حياتك الزوجيه، كاين مشاكل في الحياه الزوجيه في العلاقه العاطفيه، وكاين مشاكل في الحياه الجنسيه. ما عرفتش كيفاش نقدر نساعدك في الحق ساره. انا بالنسبه لي من المهم انها انت يكون عندك تتبع، انت تفهمي بعدا شنو واقع، شنو هي الانتظارات ديالك، كيفاش ممكن تسوي للزوج الانتظارات ديالك بواحد الطريقه اللي هي صحيه، وباش تحطي معاه الامور هكذا على الطاوله. يقدر كيفاش تقدري توصلي له بهادشي، ماشي تبرهيش الا كان هو الجانب الديني هو اللي كيأثر فيه. انا كنصحك انك تمشي ديري قراءات على الامور الدينيه، اشنو كيقول الدين في العلاقه الجنسيه بين الزوج والزوجه، كيفاش خصها تكون باش توصلي له حوايج اللي هو يقدر يستمع ليها. لان ملي كيقول هذا الكلام ديال تبرهيش، اذا هو راه ما عارفش رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش كان كيتعامل مع الزوجات، وما كي يعني ما واخدش هذه الامور بعين الاعتبار. وانا كنصحك هو الاول تمشي في هذه النقطه، ربما تقدري توصلي له المعلومه، يمكن توصلي له الرساله. لو إلا فهم باللي راه المتعة ديالك راه من حقوقك الدينية والمشروعة ديالك، ديك الساعة يمكن غادي يحاول أن يلقى معك شي حل. ولا ما انا الا سمحتي لي دكتوره باش نعاونوا ساره نزيدوا نلقاو معها شي راس ديال الخيط. ساره واش الا قلت لك انه ربما هذا الشيء اللي كيقول لك راجلك وهذا الكلام اللي كيقول لك راه ممكن يكون كيعبر على الخوف ديالو حتى هو، لانك قلتي انك اول امراه في حياته،
حتى هو راه ماشي يمكن ما باغيش يساعدك، يمكن خايف تضيعي منه وما قادرش. وبعض المرات الخوف كيخلي الانسان يتجمد، ما كيديرش واحد ردود افعال اللي هي ايجابيه. التصرفات اللي كيخليوك تفكري انك تبعدي، ماشي لا قرب لا عمرك تفكري تبعدي. وانا يعني نعم انا غادي نبقاو معك ان شاء الله. سؤالي دكتوره رضوى، ساره اكيد انها ماشي بوحدها كتعيش هذه الوضعيه وهذه حالات وشهادات اللي سبق لنا سمعنا. الا قلنا لها تغير ايضا النظره ديالها للزوج، الا قلنا لها تحاول هي وخا هي متضرره تحاول هي تساعده ياخذوا زمام الامور وتغير من النظره ديالها ليه، ولا تعاملت مع انه هو راه ايضا خايف. اللي ولا سولتها واش اليوم الزوج ديالك كيبغيك ساره، واش كتحسي انه كيبغيك، واش هو متشبت بك؟ أصلاً كنحس ما كاينش الحب، ما كاين ديك الولف ولا العلاقة الزوجية العادية، داك الحب ما كاينش، ما هو ما كاينش، ما يقولش لك حتى كنبغيك، يقولها لك مرة في العام لا جات شي فرصة. نعم ما كاينش هذيك الثقافة، يعني بحال كبر في واحد المهم، يعني إنسان ملتزم بزاف وما يقول لك لا كنبغيك لا توحشاك لا لدوك الكلام اللي كيبغوا يسمعوا النساء، ما عمرني سمعتهم. كنحاول نقول لك يقول لك أنا هكا. وانتي واش كتبغي الزوج ديالك ساره، واش متشبته به؟ واش غنقول لك مع هاد الامور، يعني انا وليت كنحس بواحد شويه تباعد في ديك العلاقه الجنسيه، بدا كاين تباعد بزاف. هو ما حاسش به ولكن انا حاسه به. واش انتي متشبته بزوجك ولا ما بقيتيش كتحسي انه ما عندك حتى شي حاجه جامعك به؟ لا متشبته به بطبيعة الحال، وكنحاول نبطل الوضع ولكن كنحس راسي غنبقى حيسه هكا، يعني هادشي اللي ما قدرتش نتقبل، واخا ما قدرتش نبدل الوضع. لا اتفقنا على انه كاين واحد التشبث، يعني هاد السيد عنده قيمته في حياتك وانتي باغا تكملي معاه الطريق. انا ناكد لك انه الحياه مادام ربي زرع فينا الروح، الا وانه التغيير ممكن والحلول كاينه، العبد خصو يسعى ليها. سارة فهمتي، انت عندك 22 سنة، زوجك عنده 34 سنة، ثقي بيا انه الا وقتي في الامل انه ممكن تغيري هادشي وممكن تعيشوا اوقات احسن واسعد وتكونوا اقرب لبعضياتكم راه غادي توصلوا لها. الا ما امنتيش بهادشي يمكن ما غاديش تنجحي فيه. الا درتي هاد الامكانيات لجهدك وبديتي واحد الطريق اللي اليوم كتعطيك البدايه ديالو دكتوره فدوى، انه خصك تمشي تقراي طالعي تبحثي شوفي معاه مثلا بالمرجعيه اللي هو كيسمعها اللي هو كيامن بها اللي هو كيعتقد انها هي المرجعيه الصحيحه. سيري قلبي وحاولي تعطيه بعض المعطيات ومعلومات ومبررات. انكم تمشيو وتلجؤوا للعلاج الطبي، كثير من النساء اللي ازواجهم كانوا رافضين، ولكن راه غير بشويه حتى هذوك الناس مشاو وثقي بيا حياتهم تغيرت. ودكتوره بغيتك تاكدي هذا الشيء، انه شحال من راجل وشحال من مراه شحال من ازواج اللي وصلوا للطلاق ووصلوا وقفوا على الفراق بسبب هاد الخلافات الجنسيه والعاطفيه، ولكن ملي كيتبعوا العلاج حياتهم كتغير. معلوم، لان كيلقاو الطريق اللي كتوصلهم بجوج انهم يرتاحوا في العلاقه الجنسيه ومن ثم يرتاحوا حتى في حياتهم الزوجيه. يعني للاسف هي الطريق اللي كتبان صعبه وما كيامنوش بها وكيبان لهم باللي راه ما عندها لاش وديك غير هضره الى اخره، ولكن راه كتقرب المفاهيم دابا. هذا الكلام لو كان الزوج ربما نقدروا نغيروا المفهوم ديالو، يقدر يفهم باللي راه المتعه الجنسيه حق ديالهم بجوج، يقدر يفهم باللي راه كاين وسائل كثيره باش يمتع الزوجه ديالو هو حتى هو يتمتع. يعني كنقدروا نوصلوا مفاهيم كثيره في العلاج، وكيكون تجارب والشخص كيبغي يمشي يدير تجربه مع الزوجه ديالو كيشوف النتيجه طيبه. يعني للاسف راه الناس ما كتفهمش حتى لاش من درجه العلاج كينفع. اللي كيف ما قلتي مهم، معلوم ان صارت امن باللي راه ممكن تلقى حل، مهم ان ساره تكون باقا متشبته بالزواج ديالها، وحنا كنشوفوها بلي راه باغيه الزواج ديالها وباغيه الاستمراريه مع راجلها. ومهم ان انت يا ساره تحاولي انت تلقاي الوسيله اللي غتقدري تهضري بها مع راجلك. هو متحجر على واحد الافكار، يمكن ما عارفش بزاف د الحوايج او عند بالو راه عارف بعض الحوايج، حاولي تغيري له افكاره، فهمي بعدا علاش هو هكذا كيتعامل بنفس النمطيه بنفس الطريقه. يمكن كيف ما قلت لك ارجعي للمرجعيه الدينيه، ليه أدلة اللي تقدر تغير ليه المفاهيم ديالو، وإذا اقتضى الحال تقدري توصلي تقول له بلي راك أنت محتاجة الحياة الزوجية ممتعة بالنسبة لك
وكلي بغيتي حتى انت توجهيه. يعني ربما مزيان تفهمي الجسد ديالك، مزيان تفهمي اشنو هما الحوايج اللي انت تقدر تفرحك وتقترحيهم عليه بشويه بشويه، ربما غير هكذا بهدوء فصل العلاقه يمكن تقول له عافاك هذه الحاجه او هذه الحاجه، ويمكن هو ديك يستعجب، يمكن يبدا شي تغيير من هذه الناحيه ويكون ان شاء الله تحسن. تفقنا ساره؟ أنا لا تعطر ديالي سمح لي بزاف، لا لا بالعكس، حنا حاسين بك سارة وفهمنا باللي راه هذه حاجة مهمة ومزيان، وما تعتبريش راه حيت انت صغيرة أو كذا، هذه حق من حقوق أي امرأة وأي رجل في الحياة. كلنا كنقلبوا على المتعة، على الفرحة، كلنا كنقلبوا على السعادة سواء كانت في العلاقة الجنسية أو كانت في العلاقة العاطفية. إذا بالعكس ما تحشميش من أنك تقولي هذا الكلام وأنك متأثرة بهذا الموضوع، غير إن شاء الله قلبي على حلول بهذا الشكل اللي ربما اقترحنا عليك انا وسناء، ونتمنى انه يكون خير ان شاء الله. حاولي ما امكن دكتوره معلومه مفيده اخرى، انه ملي كنهضروا على العلاج الجنسي اليوم مثلا ساره في الدار البيضاء كاينين المراكز الاستشفائيه او كاين يعني المستوصفات او مستشفيات عفوا اللي عندهم هذا القسم، هذا عندهم هذا التخصص. لا لا للأسف هذه النقطة هذه ما كيناش، ما كاينش دي سيكسولوج بزاف في المستوصفات. ربما كان يعني كاين واحد النسبة قليلة ديال السيكوثيرابيست يعني ديال المعالجين النفسيين اللي كيقدروا يديروا العلاج الجنسي، وتقدر تلقاه مثلا في السبيطار الكبير غادي نقولوا مثلا في بن رشد بالنسبة للدار البيضاء أو كذا. تقدر تشوف السيدة اللي كيديروا العلاج الجنسي أو لا السيكياتر يعني الأطباء الاختصاصيين، كاين بعض منهم اللي كيديروا العلاج الجنسي ولكن ماشي كلهم، وماشي بالضرورة غادي تلقى اسم هكذا واضح اللي غادي تمشي وغتقول هذا راه فيه العلاج الجنسي، لانك واخا نسبه قليله الاطباء اللي كيديروه. واش ممكن نعطيوها رقمك المهني ربما للتواصل والافاده؟ معلوم ممكن 0658 81 61 67. يلا شكرا لك. 58 81 61 67. ساره أول عليك سارة باش تقرري تغيير في حياتك والإصلاح في حياتك، لأنك تستحقي السعادة وهذا حق مشروط لكل إنسان ما دام احنا بالحياة إلا ومحقنا نبحثوا على تحقيق الوصول لهذه السعادة إن شاء الله. تحية لك، تحية طيبة لك سارة. شكرا لك دكتورة فدوى السعداني، كنشكرك على هذه الحصة هذه المفيدة. كنتمنى فعلا مستمعتنا انه هاد الشهادات وهاد التجارب كتخلينا دائما نفكروا ونقدروا نغيروا الاشياء ونصلحوها لما هو احسن. غدا ان شاء الله